السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء ديال فيسبوك واتساب يوتيوب، مرحبا بكم في فيديو اخر. باقي مازال فهمتي في المسائل ديال التجهيز ديال الطيور. اليوم بغيت نبين لكم نوري لكم واحد الخلطه جديده اللي كنستعملها في ظرف ديال ماشي في مساله فهمتي ديال التنوع شويه الغذائي اللي كنعطيهم في نفس الوقت. يعني كل ما كتزاد فهمتي تقرب الفتره ديال الجهوزيه، يعني في المساله فهمتي ديال البريباراسيون ولا فهمتي كل اسبوعين او ثلاث ديال الاسابيع كنحاول فهمتي نرفع عليهم شويه من البروتين. علاش البروتين؟ البروتين مهم بزاف، لان حنا كنعتمدوا دائما على الحاجه الاساسيه هو فيتامين او اولا فيتامين او بلس سيلينيوم، وكنساو فهمتي العامل فهمتي ديال البروتين، لان العامل البروتين عنده نفس الاهميه في حاله بحال الفيتامينات الاخرى، وكاع يمكن يكون عنده اكثر اهميه. راه ما كنساو فهمتي هذا العامل هذا، وبزاف ديال الناس فهمتي كيهملوا هذا الجانب هذا فهمتي، ما كيعطوش اهميه، ما كيكونش عنده فهمتي الانتاج بحال اللي كيبغيو فهمتي بحال اللي كيترجاو هما فهمتي. اليوم فهمتي درت لكم واحد الباتي غني بالبروتينات، يعني فقربت دابا فهمتي مساله فهمتي ديال باش ندير لي كوبل ديالي هذا، يعني فهمتي درت هذا الباتي هذا. واللي زيد فيه انني فهمتي درت دابا فهمتي لي غران جيرمي، الحبوب المستنبته. الطريقه ديال الحبوب المستنبته ممكن تعرضوا على نتعرضوا لها فيديو اخر، نوريكم الطريقه كيفاش كنستعمل انايا. الطريقه صحيه ومضمونه 100% خاليه من البكتيريا، يعني انسان فهمتي اللي دايره يعني فهمتي يكون مطمئن، يعني ما يخافش يعني فهمتي من ديك البكتيريا ولا فهمتي دي اونغوش كما كنسميو فهمتي حنا فهمتي لي شامبينيون ولا فهمتي هذا كيكون عنده تاثير سلبا على الطائر. هذه كنديرها نستعملها بطريقه صحيه، دابا ندير لكم فهمتي فيديو ديالها فهمتي، وفيديو فهمتي يكون فهمتي مشروح الشرح ديالو مضبوط. وهذا كنبين لكم هنايا، يعني شوف الطريقه كيفاش كيكون هذا، يعني غير مجرد بحال نقولوا حنا مثلا يلاه يفقص شي شويه. هذه هي احسن طريقه باش نقدموا الطيور ديالنا حنايا، ما نخليوش تينبت بزاف. يعني علاش؟ ملي كيكون هنايا كيكون فهمتي واحد الكونسونطراسيون ديال البروتينات عنده فهمتي بنسبه عاليه. خصنا نعرفو كيفاش نقدمو للطيور ديالنا. هنايا عندي لابيرل موربيد، كلشي تيعرفها، يعني مكاينش دابا اللي مبقاش تيعرفها، يعني فهمتي هذا الطريقة ديال الاستعمال ديالها تقريبا كلشي كيعرفها. نحاول نذكر بها الإخوان، كاين شي وحدين كيقولك مكتصدقش لينا، يعني يا إما كتبقى ناشفة أولا كيكون فيها الما بزاف أولا فهمتي. يعني الطريقه ديال الاستعمال ديالها انتما كتشوفوا كومباكت، ما كاين لا ما لا حتى شي حاجه. اش كنديروا هنا؟ كنمشي دائما كنستعمل الميزان، الميزان اهم حاجه. درت 50 غرام ديال بيرل موربيد، كندير معاه 100 غرام، ماشي نفس العبار بحال مثلا كاين شي اخوان ولا فهمتي هذا. مثلا كنستعمل انايا مثلا قد هادي عامره ديال بيرل موربيد، كندير معاه جوج من هادو ديال الماء. غلط، دائما كندير بالغراماج، دائما 50 غرام ديال بير موربيد كندير معاه 100 غرام ديال الماء، يعني دوبل ديال الغراماج، دوبل ديال ماشي دوبل ديال الكميه في الحجم، لا في الوزن. هذه كنعاود ناكد عليها باش النتيجه باش تعطيكم فهمتي النتيجه مضبوطه. هذا لور فيتا، دي معروف هذا فهمتي نت يلا فهمتي تقريبا عنده واحد سنتين او ثلاث، يعني باش كاين فهمتي هذا البرودوي هذا في السوق. هذا هائل وهائل جدا، خصوصا فهمتي في الفتره ديال الانتاج مهم ومهم بزاف. هذا تقريبا فهمتي الشكل ديالو كيبان بحال الكسكسو، وري الطريقه ديالته انتم شفتوا كيفاش كيكون، يعني فهمتي ملي كنخلطوه مع الماء. هذا كنديروا مثلا 100 غرام ديال لور فيتا، كنديروا معاه 100 غرام ديال الماء، ماشي بحال بير موربيد. بير موربيد كندير فهمتي الكميه مضاعفه، بحال درت 100 غرام كندير مع 200 غرام ديال الماء. هذا لا، كندير 100 غرام ديال لور فيتا وكنزيد معاه 100 غرام اخرى ديال الماء، يعني فهمتي الشكل ديالو كيفاش كيكون هو هكذا. هذا هو لور فيتا، يعني بحال شكل كسكسو، يعني اللي ما تيعرفش لا تيكستور ديالو ولا فهمتي هذا، باش كيكون باقي ما مبريباريش باقي ناشف.
يعني الشكل ديالو بحال الكسكسو مثلا نقولوا حنايا، هذا الروسك او هذا يعني فهمتي مزيان مزيان بزاف فهمتي في الفتره ديال الانتاج اللي كنضيفوا عليه الماء ولا فهمتي يعني كيكون بحال هذا الشكل هذا. وباش كنجمعوا هاد العناصر هادو كندير عندي فهمتي لاباط ديالي انايا، لاباط سيش الباتي، عفوا الباتي سيش. علاش باتي سيش؟ باش كي ابسوربي لينا فهمتي هذيك لا يونيديتي، ما كيبقاش فهمتي عندي فهمتي المشكل فهمتي بان عندي ديك الماء اللي تيبقى مثلا ملي تنستقطر هاد الحبوب هادي ملي تنغسل معاها تنستقطر ما كيبقى شويه ديال الماء ولا هذا. ملي كندير انا فهمتي مع هاد الباتي ديالي انا فهمتي كي ابسوربي ديك لا يونيديتي وديك اول حاجه كنخلطوا العناصر اللي مثلا اللي صلبة هي الاولى، كندير فهمتي الباتي سيش مع هذا لي كران جيرلي، الاضافات اللي كنضيف انايا باش كيعطي فهمتي واحد النكهه واحد لا تيكستير فهمتي باش كتكون غنيه ولا هذا، كنعطي من الاسيديفيكان بلوس. هذا كنت شرحت ليه فهمتي ديالو هاد الاسيديفيكان بلوس، هذا هذا خاص مثلا ديك اللي نقولوا حنا مثلا الجهاز الهضمي، هذا كيهبط البي اش ديال الطيور، كيحافظ فهمتي على ديك البي اش فهمتي اللي كيكون عنده فهمتي في المعده ديالو. انا كنعرف الطائر عنده المعده واحد النسبه ديال الحموضه فيها عاليه 1.4، وهذه النسبه عاليه يعني في دائما خصهم يحافظوا على ديك البي اش ديال الطائر هنا باش ما يتصابش لينا بديك المرض اللي كنسميو حنايا ميغا باكتيريا. كنديروا 100 غرام تقريبا، كندير معها 1 غرام ديال ميغا ستوب، هذا على حساب ميغا باكتيريوس وديك الكوكسيديوس وبزاف ديال المسائل الاخرى. هذا مصري فهمتي بالاعشاب الطبيه، زوين زوين بزاف هاد البرودوي هذا. سوا كندير غرام واحد فقط، تريبيوتيك كما نسميهم حنا بالعربيه البكتيريا النافعة، يعني هذا فهمتي زوين زوين بزاف هاد البرودوي هذا. كندير تقريبا 3 غرام، ومن بعد كندير هذا في مخلط بسبيرولينا وبالبودر ديال شاردون ماغي. هذا معروف هذا البرودوي هذا زوين زوين بزاف، خاصة هذا فهمتي بروتيكتور ايباتيك، يعني فهمتي الناس اللي عندها الطيور ديالها فهمتي كتشتكي فهمتي من ديك السموم اللي كاينة في الكبد أو انتفاخ الكبد أو لا هذا، يعني أحسن فهمتي يستعملوا هاد البرودوي هذا زوين هذا فهمتي في ديك كما نقول حنا ديك الزريعة ديال الشوك ديال الجمال او لا فهمتي كتسمى بالعربية فهمتي بالفرنسي كتسمى شاردون ماغي. ما كاينش اللي ما كاينش شي مربي اللي ما تيعرفش شاردون ماغي شنو هو. تقريبا كنديرو غرام، كتعداوش بزاف كافي لينا، وفي اخر وحدة حبوب اللقاح. ما كاينش اللي ما تعرفش فهمتي الفوائد ديال حبوب اللقاح في المغرب ولا في الدول العربيه ولا هذا، غنيه غنيه جدا يعني فهمتي تقدروا يا اما لقاوها بودر، انا كناخذها فهمتي هكذا فهمتي من عند النحال اللي تيصيب النحال اللي كنشريها من عندنا هكذايا، وتنطحنها الراسي انا تنخلطها مع البروبوليس، كنديرها غير غرام كافي. هذا جماعه المسائل ديالي الصرا الحركه هي الاولى، ونضيف معاهم هذا تا هو نسيتو كوريكتور فيتاميني، هذا فيه الكالسيوم فيه الفوسفور فيه املاح معدنيه، هذا زوين زوين بزاف هذا فهمتي، هذا ما كنستغناش عليه فهمتي انا السنه كامله، يعني زوين بزاف خاص خصوصا الاناث صافي الفتره ديال التجهيز هذه كنحاول فهمتي نضاعفوا الكميه، مثلا درت تما 2 غرام او 3 غرام كنحاول فهمتي نضاعف الكميه خصوصا ملي كتبدا الفتره ديال البريباراسيون ولا هذا. انا تقريبا انا واحد 4 غرام هنايا،
وكن علاش الخليط على بداية ما تمشو لا تكستير ديالو ما كيتعجن ما والو. من بعد كنضيفو لا بير موردي، كنحاول نحركو في الاول قبل ما نضيفوش ما تشدو اي مفاجأة. من بعد هانتوما كتشوفو يعني ما كاين لا ما لا حتى شي حاجة اللي تتبقى فيها، كتصيفا انتهائي ولا كتجيبها انتهائي هادي كومباكت. كنخليوها جوج سوايع ساعة مينيموم، ولكن من الأفضل نخليوها جوج سوايع، الأحسن نخليوها فهمتي في الثلاجة مزيانة كتجي شوية باردة فهمتي من بعد، وكنعطيوها للطيور كياكلوها بشرارة. هذا مورفيتا هانتوما شوف كيفاش كيجي، كنحاولو انا نحركو قبل ما نضيفو، يعني ملي كنبدا نحرك فيه هذا كيتبرد حتى ما كيبقاش معجن، يعني ماشي غير تشوفو هكداك فهمتي كومباكت ولا هذا راه ماشي معجن، كيكون فهمتي بديك الماء ولا فهمتي هذا كيترسب بديك شي، من بعد عاد كنحركو هكدايا صافي كيتفسخ. يعني هانتوما كنحاولو فهمتي الفترة ديال لا بريباراسيون تكون شوية غنية بالبروتينات الأملاح المعدنية والكالسيوم، لأنها مهمة بزاف كل ما دازت عندنا فهمتي الفترة ديال لا بريباراسيون نحضرو فيها الطيور ديالنا مزيانة، ضروري ضروري غادي يكون عندنا فهمتي واحد الإنتاج يعني اللي كنحلمو به اللي كنحلم به أي مربي. يعني فهمتي مبقاش الوقت بزاف، تقريبا فهمتي بقات واحد ثلاثة ديال الأسابيع أولا فهمتي باش نبدا نبريباري في الكوبل ديالي أنايا، ونتمناو من الله التوفيق للجميع. وها المسائل ديالنا كيفاش يعني ها لا تيكستيغ ديالنا، ما معجنا ما والو، رطبة هشيشة موربيد يعني ها. باش زوينا هاد هاد البورمور بير موردي او لا لورفيتا او لا هذا، يعني ما نخافوش عليها يعني في الفتره ديال الصيف او لا هذا، يعني واخا تبقى لينا مثلا عند الطيور فهمتي محطوطه هكذا فهمتي 24 ساعه ما كديرش ديك لي باكتيري. يعني هذا لافونتاج اللي عندها هي البير موردي، يعني ما كديرش لا بروفيراسيون ديال البكتيريا، يعني تخرج اي ما ديال البرد والشتاء هذا حتى 48 ساعه، يعني ما كاينش اشكال عند ولا نسينا شي نهار عند الطيور ما حيدناش اليوم في الوقت او لا بغيتو باش تبريباريو الانسان، يعني فهمتي اللي كيكون عنده العمل يقدر يبريباريها من قبل ويخليها في الثلاجه ما كاينش مشكل، يعني ما كتخسر ما والو. تقدر مثلا تبريباريها في الليل تنوض الصباح اللي تجي من العمل او لا هذا تعطيها فهمتي للطيور ديالك ما كاينش حتى شي مشكل، يعني ما تخافش عليها، خصوصا فهمتي الا خليتيها في الثلاجه كتكون بارده فريش تيموتو عليها تياكلو واحد الشراب. Thank you.
وبقى لينا دابا نقدموا هاد الطيور ديالنا. بالنسبة للماء يعني مع اليوم الحد يعني بالنسبة للإناث أنا أعطيتهم هذا الملتي فيتامين، أما بالنسبة للذكور يعني كنعطيهم الماء بلس سيلينيوم، عفوا فيتامين ب بلس سيلينيوم. لما قررنا مبقاش عندي الوقت بزاف وليت كنعطيهم جمرات في السيمانه فيتامين او للسيرينيوم، وبالنسبه للاناث كنعطيهم ملتي فيتامين، وكنعاودهم كنزيدهم حتى شويه ديال الكالسيوم، لان يعني كنعرفوا بان الانثى كيكون عندها واحد الاستنزاف كثير فتره ديال الانتاج. هانتوما كتشوفوا مجرد ما كنحط عليهم اراك للفرازه يعني تياكلوها بواحد الشراهه مزيانه كتعجبهم، مع كتكون ديجا فهمتي انا ديجا خليتها شويه في الثلاجه باش ملي كتبريبار كنخليها في تقريبا ساعه ديال المكانه في الثلاجه كتجي شويه فهمتي فريش تياكلوها يعني ما شاء الله. لا بالنسبه للكناري او لا بالنسبه للحساسين نتمنى يكون عجبكم الفيديو. قبل ما تنسى اللي ما تسجلش يحاول يتسجل ضغطوا على لايك وبارطاجيو فهمتي في لي ريديو لي ريزو سوسيو الفيديو هذا مع صحابكم اللي كتعرفهم نتوما فهمتي مبليين بالفراخ ولا فهمتي باش تعمل الاستفاده. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله وفي موضوع اخر وماده اخرى، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله.